مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوكليت كيك. عنا كوب طحين نخلتهم اكيد، 5 بيضات، 3/4 الكوب سكر، نص كوب كاكاو، ملعتين صغار بيكنج باودر مع رشة ملح صغيرة، ربع ملعقة صغيرة ملح، وكمان بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا، نص كوب مي ونص كوب زيت نباتي. هيدا الكوب اللي عيرت فيه المقادير كلها. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط البيض، ملعقة صغيرة فانيلا، كمان السكر، بخفقن على سرعة عالية، انتهينا من الخفق. بحط البيكنج باودر والملح، الزيت النباتي، كمان المي، هلا انا وعم بخفق على سرعة خفيفة بحط شوي شوي من الطحين والكاكاو. انتهينا من الخلط. هلأ بحط الخلطة بقلب القالب، أكيد دهنته زبدة. بسم الله. عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هلأ بحط الكيك بالفرن. هذا الكيك بعد ما طلع من الفرن هلأ بتركه على جنب ليبرد بحرارة الغرفة. عملت قلبين كيك نفس الحجم، بعد ما بردوا وشلتهم من القالب هلأ عنا نص كوب قطر، وعندي هيدي الكريمة رح أعملكن لينك على الفيديو، عمليتها قبل المرة بس عشان حجم الكيك كبير عملت المقادير دبل. لنكفي الطريقة مع بعض. بسم الله. بنقص الكيك نفس المستوى، بهذا الشكل. حط نقطة كريمة على ورقة الزبدة عشان الكيك يثبت. كمان بحط قطر، بسقي العجينة قطر، بحط شوي كريمة كمان، بحط بهيدي الملعقة عشان الكريمة كانت بالبراد شد شوي، هيدي افضل. كمان بحط طبقة، هيدي الطبقة التالتي، عم حاول سرع لكم بالفيديو، هيدا الشكل. بحط قطر، كمان هلا بحط اخر طبقة، كمان اخر طبقة بسقيها بالقطر. هلا بحط الكريمة بالكيس الخاص لنزين مع بعض. رح نزين بطريقة سهلة جدا بهيدا الشكل، شكل ورود.
بهذا الشكل راح نزين. شفتوا كيف؟ كمان من الأعلى بهذا الشكل ورود. هيدا الكيك بعد ما زيناه، هلا لنشوف كيف طلع من الداخل. بسم الله. حاولت قد ما فيني سرع لكم بالفيديو عشان ما تملوا. هيدا الشكل النهائي، هيدا الشكل النهائي. هذا الكيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.